أبونا انهبل وهاللي ما تستحي مجلسته في الشمس. يا بنت الحلال، البنت برستيج وجالسة تسوي مع أخوي رياضة اليوغا، وش عرفت أنت باليوغا؟ خلت بس مع ذا الكبسات وضرب الخمس يا الدبة. أنا الدبة. هلا والله بالرياض البطلة. صح صح يبا، وين يبا؟ جالس بالمشراق أنت مع أمي أبو صالح؟ لا تفشلنا مع آية يبا. صح 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 صح، لا تفشلنا معايا، مد يدينك. نظام مدارس، نظام مدارس إيه كذا ممتاز. اللي نبيه يا جار إنك تستر برتك، ترى الستر زين وهو صادق، ترى ما جيناك إلا محبة وغلا، وما يرضينا الناس تتكلم فيك يا أبو عامر. ألا أنا راضي، وأنا أحرم في بيتي، ولا أنا أسوي فيه أنا أحرم فيه. إحنا جايينك ناصحين وإنت بكيفك، الحجر من الأرض والدم من راسك. لا تفكر في نفسك بس، فكر في عيالك وفي كلام الناس. جزاكم الله خير ونصيحتكم وصلت، ومن أول أبا زهويكم والحين هونت. مال الله مشينا. وش هالحدس يا جار أنت راديك؟ كلهم ظهروا زعلانين. والله على هواهم، اللي يزعل يزعل على كيفه، بمان الله. الله يرضى عليك، مو بهذه من عاداتنا ولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا يا هلا عيني. بيبي جهزت لك الحمام، ما تقوم تاخذ شاور ترتاح شوي؟ اي مو على عيني. اقول يا جار، ما عندها اخت للزواج؟ ما عندها، ولو عندها ما راح انطيك اياها.